كان كثير منيح. مشاكل كثير خير على ما صار في بيك بروبلمز يعني. ميكانيك للسياره كان بتعقد، تحديد كان بيعقد. مشاكل صغيره يعني تطعيج جنوطه وفختنا دولاب بعرجس وهذا هو الموضوع يعني. عرجس نعرف كنا انه سيج كثير رف، قطعنا فيها 6 مرات، فكان كثير قاسي الموضوع على السيارات. غير هيك ما صار معنا مشاكل. رالي كان حلو، كنا نحن باول او تقريبا نص الرالي كان في فايت حلو معي بيني وبين نيكولاس وجيلبير على الار ار سي. من نص الرالي وطلوع فلتوا الشباب، نيكولاس جان يعني عم ياخذ كان ريسكس كثير، انا ما حبيت اتعلمت وين ما كان، فضلينا شوي ورا، ضلينا عم ندفش بس ما اخذنا كثير ريسك اوفر. وكثر خير الله خلصنا ثيرد جروب ان ورابع اوفر اول، اكيد نتيجه حلوه وبوينتس كثير مهمين للتشامبيون شيب. وفينا نقول انه نحن البيس تبعنا كل ما عم نطلع السياره عم بيعلى. نحن فينا نقول هلا راي لبنان وير اولموست ريدي يعني نسبه كبيس، صرنا بالباك الادماني. الشباب قدام عم يضربنا عم يضربوا لنا حساب. سو كثر خير الله. ريزلت الشغل اللي عم نشتغله ان كان مع روجيه كعلى بالدرايفنج وان كان مع موتور تيون بشغل السياره عم نوصل له، والنتيجه انه نحن هون رابعين وثالث جروبين، فكله بيعقد.